مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الثالث المتوسط. وصلنا إلى قواعد الوحدة السابعة. اليوم موضوع الدرس راح يكون adverbs و adverbials. adverbs بمعنى الظرف، adverbials أيضا بمعنى ظرف، لكن ما متكون من كلمة واحدة وإنما متكون مثلا من كلمة وحرف جر. راح نأخذ أمثلة عليه. زين، خلينا نجي نعرف الظروف بشكل عام. هي عبارة عن كلمة adverb، كلمة أو عبارة adverbial، لما تكون أكو كلمة مثلا قبلها حرف جر تعطيك معلومة عن الفعل، تعطيك فد information عن الفعل، كيف وأين ومتى حدث، كيف وأين ومتى حدث. زين، شوفوا أنا كاتبتها لكم بالإنجليزي كأنه إذا أرجع على الجملة راح أشوف أنه الظرف هو إجابة لأدوات استفهام. يعني مثلا هنا كيف ذهبت إلى المدرسة، فالإجابة راح تكون لازم أجاوب بظرف. زين، أين ذهبت البارحة؟ الإجابة لازم تكون ظرف. ومتى ذهبت؟ تكون الإجابة أيضا ظرف، لكن دال على مثلا متى، هنا دال على أين، وهنا دال على الكيفية. زين، أذا رح نأخذ أمثلة عليها، بس أهم شيء تكتبون القاعدة. زين، الظروف تقسم ثلاثة أقسام. مهم مهم مهم. أوكي، هذا الموضوع. هي الحال اللي هو manner، والزمان اللي هو time، والمكان اللي هو place. رح نأخذ أمثلة عليها. أول مثال رح نأخذه هي we got here very quickly. إحنا وصلنا here، هنا very quickly يعني بسرعة. شوفوا هنا أنا عندي quickly اللي هو الظرف كلمة واحدة، لكن شوفوا هنا أنا مثلا on Tuesday on the table، أوكي، حرف جر وكلمة، حرف جر وكلمة. هنا أنا شنو عندي؟ عندي phrases، عبارات اللي هي شنو؟ adverbials. مو قلنا adverbials هو عبارة، أوكي، ما يجي إلا يجي مثلا حرف جر واسم، قد يكون دال على المكان أو الزمان، حرف جر. هسه رح ناخذ أمثلة، اكتبوها هاي القاعدة. شنو معنات الادفيرابل؟ معناته هو حرف جر مثلا وراها مثل اسم دال على المكان أو اسم دال على الزمان. رح امسحها هسه هاي، أوكي، لأنه أريد أكمل شرح. زين، انتبهوا هنا الـ ly أيضا تدل على الظرف. quick سريع، quickly بسرعة. فإذا الصفة، إذا الصفة حطيت لها ly ممكن تتحول إلى adverb. adverb هذا اختصارا لظرف. الصفة إذا أحطها ly تحول إلى adverb. بعض الصفات ما يحتاج أضيف لها ly، قنفسها مثلا fast، fast بالصفة fast، ممكن تكون adverb أيضا fast. زين، هسه fast بمعنى سريع. زين، أيضا هسه نكتب أوكي هاي القاعدة على صفحة، ممكن الصفة أضيف لها ly تصير ظرف. زين، هاي الجملة إذا أقولكم سووا لي إياها استفهام وسألوا لي عن أكوكلي، شنو الأداة اللي راح تستخدموها؟ هل هي how أو where أو when؟ راح نستخدم how. شلون إجيتوا هنا؟ الجواب راح يكون very quickly، بسرعة. عرفتوا شنو ربط الـ how بالجملة؟ لما تكون أنا عندي السؤال بـ how، راح أجاوب شنو؟ راح أجاوب بظرف. زين، هسه خلصنا من أول شطر. زين، راح نجي على الزمان time. We left on Tuesday. إحنا غادرنا في يوم Tuesday، هو الثلاثاء. زين، هنا أنا شنو عندي؟
عندي phrases. هنا أنا عندي عبارة متكونة من حرف جر وراها اسم Tuesday، هو أحد أيام الأسبوع. فهنا أنا عندي عبارة، مو كلمة واحدة، لا. هنا أنا عندي كلمة وعندي حرف جر. زين، شنو الأداة اللي الاستفهام اللي ممكن استخدمها؟ أوكي، where، لا وين، راح استخدم وين. شوفوا هنا أنا راح استخدم قلنا how، هنا أنا وين، يعني الأداة الاستفهام اللي استخدمها بهاي الجملة هي وين. مثلا أقول when did you leave، شو وقت أنت غادرت، هقول مثلا I left أو we left on Tuesday. راح ننتقل إلى ثالثين اللي هو المكان. Put the books، ضع الكتب on the table، على الطاولة. On the table أيضا هو عبارة متكونة من حرف جر زائد اسم، دلالة على place، المكان. ما هي الأداة الاستفهام اللي أني أستخدمها؟ وهي where. ليش؟ لأن on the table هو اسم مكان، مو صحيح؟ اسم مكان هي حاجة، مكان على الطاولة. مثلا أريد أقول مثلا in the hospital، بالمستشفى، أيضا اسم مكان. on the tree، على الشجرة، أيضا شنو هو؟ مكان. إذا ظرف دال على المكان، وهنا الظرف دال على الزمان. شو كنت أنا التقيته مثلا؟ بيوم الأحد، بيوم الاثنين، بيوم الثلاثاء. فأنا دا أذكر شنو؟ دا أذكر تايم، زمان. أوكي؟ وأيضا هنا عندي حال، أوكي، ظرف حال. شوفوا منتهي بLY. زين، نقلو، لأنه راح نحكي بعد، أوكي، وراح ناخذ كل حالة على حدة، وراح ناخذ نماذج أسئلة وزارية حتى تعرفون شلون يجيكم بالامتحان. انتقلنا إلى أول الأنواع، هي المنر، هو ظرف الحال اللي إحنا قلنا السؤال عنه يكون بهاو، أي هاو بمعنى كيف. موقع بعد الفعل الرئيسي أو المفعول به، أما يكون بعد الفعل الرئيسي بالجملة أو يكون بعد المفعول به، يعني بنهاية الجملة. أوكي، بنهاية الجملة. زين، خلينا نشوف هنا. She sings loudly، تغني بصوت عالي. فشوفوا هنا أنا عندي شنو؟ عندي كلمة أي وحدة انتهت بLY، هاي الجملة أقدر أسأل عنها بهاو. أوكي، أقول How does she sing، شلون غنت loudly، بصوت عالي. رح نأخذ مثال آخر. She arrived quickly، هي وصلت quickly بسرعة. فأيضا هنا الLY دلالة على الأدفيرب، مو شرط تكون منتهية بLY، لأنه أكو بعض الحال ما منتهي بLY، مثل ما قلت لكم مثلا fast. زين، أيضا هاي الجملة ممكن أسأل عنها بشنو؟ بهاو. هنا أنا جاية بعد الفعل الرئيسي ونهاية الجملة. زين، رح نأخذ مثال آخر. مثلا she went، ذهبت، أو she left، هي غادرت in hurry، يعني مسرعة. شوفوا هنا in hurry عبارة، يعني ممكن أما تأتي كلمة واحدة مثل عندنا loudly وquickly، أو تأتي بشنو؟ عبارة، يعني حرف جر وشنو؟ وبعدها اسم، يعني على عجلة من أمرها. He goes to the school. Okay. School. Okay. هو يذهب إلى المدرسة by car، بالسيارة، أو by bus، بالباص، أو on foot، انتبهوا مو by foot،
on foot على سيارة على الأقدام. فعندنا on foot و by bus و by car. شنو هو ظروف أسأل عنها بهاو؟ مثلا أقول how does he go to the school. كيف هو يذهب إلى المدرسة؟ أقول he goes to the school by car أو on foot أو by bus. فهنا شنو؟ هنا عبارة مو كلمة. شوفوا جاية by وبعدين car وبعدين اسم، يعني حرف جر واسم، حرف جر واسم، حرف جر واسم. أوكي، لكن هو شنو هو؟ هو ظرف. هو شنو؟ هو ظرف، يعني هذا صح حرف جر، أوكي؟ بس هو ظرف. زين، هسه كملنا المنر، رح ننتقل إلى الظرف، لكن الدال على شنو؟ على الزمان. نقله حتى أمسح السبورة وأكتب بقية القواعد. زين، انتقلنا إلى ظرف الزمان الأدفيرب، أوكي؟ اللي هو يكون دال على التايم، أوكي؟ زين، هناخذ القاعدة مالته. يقول الظرف الذي يدل على وقت محدد، يعني الظرف اللي يدل على وقت محدد وين حيكون موقعه بالجملة. هسه احنا دا نحكي على موقع الظرف وين يكون، يكون أما بالبداية أو النهاية، أوكي؟ إذن هذا الموقع، موقع مالته يكون أما بداية الجملة أو في نهاية الجملة. طبعا هو مطين هنا أنا أمثلة، يقول yesterday و tomorrow و now، ممكن at the moment أيضا، كلها تعتبر ظروف. فال yesterday و tomorrow و now و at now at the moment أما تأتي في البداية أو تأتي في النهاية. زين، تعالوا خلينا نأخذ مثال. I'm teaching English now، أني أدرس إنجليزي الآن. فشوفوا الظرف وين جاي؟ في نهاية الجملة. هنا شنو عندي؟ وقت محدد، وقت محدد. فإذا كان أنا عندي الوقت محدد فأحط ظرف أما بالبداية أو في النهاية. زين، أو مثل عندكم هذا المثال، ممكن من النهاية وممكن أقول Now I'm teaching English. Yesterday I left my home. البارحة أنا تركت بيتي. أو أقول I left home yesterday. أنا تركت البيت البارحة. فذني الظروف. طبعاً ذني نماذج، إحنا عندنا هواي ظروف زمنية. قلنا أما تأتي في البداية أو في النهاية. زين، هسه نجي عندنا الظروف التي تدل على وقت غير محدد. عندنا ظروف ما تدل على وقت محدد، يعني ما تقول لنا شو وقت اليوم لو باكر، أوكي؟ بشكل عام، مثلا usually often always. تذكرون ظروف التكرار اللي أخذتوها بالثاني متوسط؟ ظروف التكرار هي adverb of frequency، ظرف التكرار. usually never sometimes. شو يقول؟ يقول وين تأتي؟ هي ظروف طبعا غير محددة، يعني مثلا أقول أني often غالبا، أني ما حددت شو وقت، غالبا وها هي، أوكي؟ شو وقت ما حددت. إذن هي ظروف غير محددة تقع بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. شوفوا كل قاعدة أكو بيها شواذ، يعني مثلا هسه sometimes هي ظرف تكرار وهو وقت غير محدد، لكن أنا ممكن أجيبه بداية الجملة، أوكي؟ ممكن أجيبه حتى بداية الجملة، لكن هنا قايل إنه إذا وقت عندي غير محدد يكون بعد الفعل المساعد قبل الفعل الرئيسي. مثلا هنا أنا she is always happy، ممكن أقول أوكي إنه always بعد الفعل المساعد، نافع المساعد. هنا أنا ما عندي فعل رئيسي، هنا أنا happy صفة adjective، هنا عندي فعل رئيسي.
أردغوشي often plays tennis. هي often غالبا ما تلعب التنس. هنا الظرف قبل الفعل الرئيسي. وهنا الظرف إجا بعد الفعل المساعد. زين. بقعدنا الظرف اللي دال على المكان وترتيب الظروف، يعني شلون ارتبها في حالة اذا مكان وزمان وحال. يلا خلينا ننتقل الى ثالثا. زين، انتقلنا الى adverb الظرف، لكن شنو مكان ظرف؟ مكان ظرف المكان اللي هو place. اذا ظرف المكان دال على المكان. زين، وين الموقع مالته؟ بعد الفعل الرئيسي او المفعول به. اكتبوها هاي الملاحظة، بعد الفعل الرئيسي او المفعول به. شوفوا، انا هنا اي اداة استفهام استخدمها في حالة ظرف المكان؟ استخدم where. يعني اذا اريد اسأل عن الجملة اسأل بوير، اللي قبلها راح استخدم وين لما يكون ظرف اللي دال على الزمان، وسبق وان شرحتها في بداية الفيديو. زين، احطيكم مثال. I'm here، انا هنا. هاي الهير شنو؟ الهير كلمة وحدة، اوكي، دلت على شنو؟ على مكان. اذا هذا ظرف مكان. وممكن تأتي phrases جملة، مثلا حرف جر واسم ايضا يكون ظرف مكان. مثلا my mom is. هنا ناس تكتب is، فهنا أنا بعد الفعل المساعد، وهنا أنا هم ايضا بعد الفعل المساعد، وايضا ممكن يكون بعد الفعل الرئيسي وممكن مفعول به. ايضا ممكن يكون بعد الفعل الرئيسي. خلطتكم بعد الفعل الرئيسي. مثلا أريد أقول I play مثلا tennis in the park. مثلا أني ألعب، I play tennis in the park. أنا دا ألعب التنس بالبارك. فشوفوا هنا in the park هو شنو؟ هو ظرف دلال على شنو؟ على المكان. إجا بعد المفعول به. إجا بعد المفعول به. أيضا ممكن يجي بعد الفعل المساعد. المهم هو يأتي وين؟ يأتي أغلب الأحيان يأتي بنهاية الجملة. زين، هسا رح ناخذ ذني ظروف، وإذا أجدتي ثلاثتهن منو رح نكتب أول شيء، منو رح نأخر آخر شيء؟ أكتبوا، أوكي، حتى نمسح الصبورة ونكتب شلون نرتب الظروف. انتقلنا إلى المهم من هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع كله، أوكي، مال adverb و adverbable اللي بيوصل لهاي القاعدة اللي هي المهمة، أوكي، اللي يريدها من عندكم. اللي يريدها من عندكم لما يجيب لكم adverb بأقسام الثلاثة، اللي قلنا أقسام الثلاثة هو المنار، الحال، والtime والplace. يقول رتبوا لي اياها. يعني اذا ثلاثتهن ثلاث انواع الظروف اجتي بجمله واحده، شلون راح ترتبوها؟ زين، راح تحفظون هاي القاعده. اول شيء حال منار، وبعدين بليس مكان، وبعدين تايم زمان. اوكي، راح نبدي 1 2 3. شوفوا، حتى احفظ القاعده انا شو اسوي؟ ابدي اخذ الام مال حال، ومكان ابدي اخذ البي، وبعدين التي. اوكي، فيصير عندي كانه هاي الكلمه، اوكي، بهالشكل. حتى ما تنسوها، يعني مرات بالامتحان تختلط عليكم الاوراق وما تعرفون شلون تكتبون القاعده بالشكل الصحيح. اوكي، فكانه حفظوا هاي انه هي manner place time بهالشكل. زين، راح اعطيكم مثال. مثلا علي played، علي لعب well بشكل جيد. شوفوا هنا انا عندي حال منار. in the race، اوكي، انا هنا شنو عندي؟ مكان. واخر شيء last week انا عندي زمان. اخي لعب، علي لعب بشكل جيد بالريس، يعني السباق الاسبوع الماضي. يعني الاسبوع الماضي اخويا لعب او علي لعب بشكل جيد بالسباق.
اوكي بهذا الشكل. زين راح اعطيكم سؤال اوكي، وراح اقول لكم شلون يجي بالوزاري. زين اللي امامكم مثال من الوزاري، مصطفى سانغ، مصطفى غنى، يريد من عندي اكمل الجمله. شوفوا ارتبها اوكي، راح ارتبها، هو راح يعطيني الجمله اوكي، يريد من عندي ارتبها. انا بس اشوف عندي ظروف، معناته راح ارتب الظروف اوكي حسب القاعده اللي هي منار بليس وتايم. اي من عندها منار؟ لا ادلي. زين بليس ان ذا كونسرت، اوكي اخر شيء يسترداي. بهذا الشكل مصطفى غنى بصوت عالي في الحفل البارحة، هذا فقط اوكي ما يريده من عندكم بالامتحان. راح اعطيكم اوكي، كتبوا هذا المثال، راح اعطيكم اخر مثال حتى اكون قد خلصت من موضوع الادفيرب. المثال امامكم my father drove the car، ابي قاد السيارة، يريد من عندي اكمل هاي الجملة. شلون اكملها؟ راح ارتب الجملة اللي امامكم. fast last week to the hospital. زين اول شيء راح اجي الحال وينه؟ fast. شوفوا هنا انا ما بي ly، احنا مو قلنا fast صفة، واذا حولناها للادفيرب ايضا تبقى fast. اذا fast ممكن تاتي adjective صفة، ممكن تاتي adverb حال. زين راح اجي راح اقول fast وراها مكان to the hospital، to the hospital، وبعدين اخر شيء هي last week. اوكي last week راح اكتبها هنا، راح تصير الجملة ابي قاد my father drove the car، ابي قاد السيارة fast بسرعة to the hospital الى المستشفى last week الاسبوع الماضي. شنو اللي سويت؟ اني اللي سويته شنو هو؟ بس رتبت الظروف حسب القاعدة اللي امامكم. فعرفتوا احنا ليش اخذنا الظروف؟ اول شيء تعرفنا عليها، شلون نعرف هذا ظرف حال، شلون نعرف مكان، شلون نعرف زمان، بعدين اجينا رتبناها اللي هو اصلا الغرض من هذا الموضوع. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى هنا ينتهي درس اليوم، لا تنسوا تشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد. باي باي.